يمكن استثنائي. تراث اللامادي، وهذه رسالة كما قلتها بالفرنسية من قبل، هذه رسالة للأخوات والإخوان المواطنين المغاربة أنهم غير يطمئنوا على التراث اللامادي ولا المادي المغربي. من طبيعة الحال كاينه لا باسيون دابا، من طبيعة الحال بأن الظروف شحونة سياسيا، فمن طبيعة الحال لما يتعلق بالتراث اللامادية وحتى المادي الناس يعني تتفاعل ولكن أكثر من لازم. الحمد لله راه كاين بالنسبة للتراث اللامادي كاين مساطير، كاين إطار قانوني اللي تنشتغلوا عليه، وكاين هيئات تقييم هي اللي تنشتغلوا معاها. اللي خص الناس كذلك يعرفوا بأن هو ما يمكن لك في إطار هذه الاتفاقية ديال 2003 مرتبطة التراث اللامادي أن ما يمكن لك تسجل إلا عنصر كل سنتين. فلهذا بطبيعة الحال هذا الشيء تياخذ الوقت، لا لينا ولا جميع الدول بطبيعة الحال اللي انخرطة في هذا الاتفاقية. فبالتالي هذه هي رسالتي للمجتمع المغربي، ما تبقاوش ديوها بزاف داك الشيء اللي تكتب على مواقع التواصل. طبيعة الحال يلا انسترومنتاليزاسيون، ولكن الواحد حنا مغاربة حنا ناس مثبتين، حنا ناس عاقلين، حنا ناس تنشوفوا بعيد، حنا ما غندخلوا شايف هذا الشيء ديال بعض الأحيان تيكون حماق. وحنا تنشاهدوا للأسف الشديد ما يقع منذ أشهر حول هذا التراث. فبالتالي اطمئنوا، وزارة الثقافة تشتغل، اللجنة الوطنية تشتغل، والمندوبية الدائمة لدى اليونسكو تشتغل، فالحمد لله ما يكون الخير.